بسم الله على بركة الله. يلا البنات شحال قلنا كمية الثوب؟ شحال؟ جوج اونص. صافي البنات هذا الطول ديال الثوب. هنا في كاينه جوج اونص، هنا فاش كاينه جوج اونص، وهنا شحال عندي؟ متر اونص. غادي نشد متر اونص غنثنيها على جوج بحال هكا. دابا غتفهم احسن. غنثنيها على جوج. اول حاجه غنصبق، اش غنصبق؟ جلايج. لا اش غنصبق؟ الامام ولا الدار؟ الدار. نصبق الدار هو الاول. الامام غنخدمو في البلاصه المحلوله، وباش ما نضيعش الوقت نصبقو الدار باش يكون هو الباترون لينا على الامام. صافي غادي نجي لهنايا، هنا راه محلول. صافي غادي نجي من هنا لهنا، غادي نعبر 40 سنتيم. انا نحاول نديرها صغير 40 سنتيم، وغادي ندور الباترون ديالي. انا عبر 40 سنتيم، ها هي من هنا لهنا، وغادي ندير الطول ديال الكسوه وغادي نسطر. مزيان. يلا بسم الله. اش غندير؟ سنتيم ديال الخياطه. غادي نخلي سنتيم ديال الخياطه هذاك بوحدو، ما نهضروش عليه. صافي سنتيم ديال الخياطه غادي نعزلو، وغادي نبقى ندير الكورساج. مزيان. شنو هي اسم؟ غادي ندخل بشحال؟ 8. ندخل ب 8 وغنهبط بجوج، وغادي نقور. غادي نحط شحال؟ النص. حاولي زومي الفاتحه حياه باش ما يسموش. غادي نحط النص في الكتاف اللي هو 20، كنعبروا من هنا لهنا. صافي وغادي نهبط بشحال؟ 3. وغنطيح الكتف كورساج عادي. غنهبط بشحال اسماء؟ 40. اشنا هي 40؟ ارتفاع الامام ياك اللي سولتها غتجاوب. صافي غنهبط ب 40. جميله. اش غنحط هنا؟ دورة الصدر مقسومة على 4، زائد واحد ديال الخياطة. غنزيد واحد الخياطة هنا فوق ارتفاع الأمام، كنحط الدورة ديال الصدر مقسمة على 4 زائد واحد الخياطة. لنفرض عندي مثلا 30، ها هي عندي 30، اش غندير ليها؟ اسمع غنشدها هاد 30 هادي اللي لقيت هنا، اش كندير ليها؟ كنطلع الفوق، كنعاود نعبرها من الفوق من هنا لهنا، وغنسطر. مازال نتوما ما تسطاليتو. صافي زيد. اش اخرى جميلة؟ غادي ندير التركيز اللي كنجيبو. كتجيبيه من الكتاف وكتزيديهم جوج. الكتاف مقسومين على جوج. الكتاف مقسومين على جوج. ولا كنجي كنعبر شحال حطيت في كتافي ياك، وداكشي اللي لقيت كنزيد ليه جوج سنتيم. مثلا انا عندي هنا 20، 20 زائد جوج هي شحال؟ 22. وكنعبر 22 في لقيتها في كنلقى 22 في هذا الخط. وغادي ندير المستطيل ديالي بحال هكذا. اشاخر كتدخلي بخمسه، غنطلع بخمسه ونخرج بخمسه وغنقور. واضح. اش غندير اخر؟ طبتي ب 15. غندخل؟ لا ندخل بجوج. غندخل بجوج. هاد جوج ما كنديرهاش ديما، كنديرها الكليانه اللي ما عندهاش الحوض بزاف. اللي عندها الحوض بزاف ما كاينلاش ندير ليها جوج، اصلا هي راه عندها الفرق ما بين الصدر وما بين الحوض. صافي غنديروا دابا حنا مثلا هنا، يعني شحال غنهبط هنا؟ 15. غنهبط ب 15 وغادي نطراسيها. ها هي مثلا حنا عندنا الكليانه الحوض ديالها كاين هنايا. شوف ها الا درت ليها بحال هكا كيفاش 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 غيجي؟ ها كيفاش جا؟ غادي ملي غادي ندي هادي لعند هذا اش غيجي هنايا؟ غتجي هذيك التبويقه باش ما تجيش هاد التبويق. بزاف الكليانات كيتشكاو باش ما تجيش، كنهبط من هنا لهنا. هاد جوج كتانولا كتحيد. ها كنهبط بحال هكا. صافي وممكن انني باش نتفادى هذا المشكل هذا كنزيد حتى في العرض، كنزيد حتى في العرض. العرض راه عنده علاقه حتى بليهونش ديال الكليانه. الا كانت الكليانه عندها ليهونش كثار، راه ماشي مثلا هي عندها الحوض كبير وتنوضي انت ديري ليها في 38، راه بيبانوا ليهونش ديالها قد شنو هما خارجين. ردوا البال. يعني كندير لها 50، هادشي في الجلابه كندير 50، كندير 48، كندير 49، كانت شي وحده راه كيوقع راه حتى كيوقع الا درتي لها العرض في التحت راه كيجيها زوين. واضح. يعني كانت الكليانه عندها الحوض بزاف، جوج ما كنديروهاش. مزيان. وغنقطع حاجه اخرى عاوتاني. عطوني نقص، كنقسم هذه المسافه على جوج. سولتيني قلتي لي 40 من جبتيها، وغادي نجي لهنا وغنطلع بشحال؟ غنطلع بخمسه ولا اربعه على حسب شحال درت في الجلال، وكندير لها بحال هكذا. الا درتي في الجلال اكثر من سميتو اللي كديري خمسه، الا كانوا قليل كديري اربعه، كديري اربعه. وغادي نقطع بسم الله. ملي غنقطع غنحاول باش ما نمشش هنا، حيت هنا راه هو فاش غنفصل الامام. ردي البال جميله. حتى انت يا اسماء ما هادو راه شاد ديال الكورساج هنا، ما كنمسوش ما كنخسروش.
حيت هنا راه هو فاش غادي نخدم، هو فاش غنخدم الالم ديال البياسه ولا اللور ولا فليتات. شوفي ياك ما كاين عندي لي وريك ما كاينش. دخلتو انا واقيلا البيت عندي لا ديالنا ديالنا دخلتو من البيت الحلاقه. دخلتو من البيت الحلاقه شوفي انا دخلتو درت لهم السياج صافا البنات. ها دابا هذا ظهر ما نسوش ما ندير ليه مازال حتى حاجه غنشدو. الا ما كاينش عطوني شي جوج كاينين دخلتو بغيت ندير السياج لاله سعيده. صافا البنات حنا ديجا راه شادين الظهر بالفنيتات راه مشدود بالفنيتات. ما عمركم تخدموا على البلاصه المحلوله وما دايرينش لها الفنيتات عرفتي علاش؟ كونوا متاكدين بانه غادي يهرب لكم يهرب لكم الثوب وغتولوا واحدين مزيان. هذيك السنتة اللي كاينه تما كناش واحد ديال الخياطه، هذه واحد ديال الخياطه. دابا هذا غيتخيط صافي. دابا هذا غادي يتخيط بحال هكذا من الفوق حتى للتحت. الموديل زوين صراحه، الموديل كيجي واعر وكنخرج شي ايام بزاف كيديروه. وكاينه دابا الكليانه اللي كتقول لك انا ما ديرش ليا شي حاجه سامبل، بيت شي حاجه ديال البريات وفي نفس الوقت ما بغيتهاش تكون سامبل. فاش كديري ليها كديري ليها البريات وكديري ليها هذه اللعيبه ديال الصيف اللي شافها كيتحابها. واش صيف وما راه ماشي صيف وما راها باندا وفوق منها الصيفات محطوطين شتي. دابا ملي غادي نحلو بحال هكا كتجيني صحه الظهر كتجي زوينه كتجي واعره في الظهر كتجي بزاف كتجي صراحه في كلشي صافي. دوك الكسول ديال الجي صافي البنات يلا ردوا البال. شوفي كان بحال هكدا دابا غنشدو غنحطو هنايا. ما يمكنش غادي نحطو بحال هكدا هكا ما يمكنش غنحطو هكا. اش كندير ليه؟ غادي نقلبو غادي نقلبو. وحاجه اخرى عاوتاني ما يمكنش غنخلي التركيز هنا، التركيز غيكون هنا باش يجي الامام مسدود. باش يجي الامام مسدود. حنا عندنا في الموديل ديالنا بليا، هاد البليا غادي نعبر فيها 5 سنتيم. ما تفوتوش البنات 5، راه الا فتو 5 كتجي خايبه. غادي نعبر 5 سنتيم من الفوق حتى للتحت، 5 كتجي زوينه. وغادي نجي وغنحط الظهر بحال هكذا. الا كانت الكليانه غليظه راه كتولي تهبطي تهبطي في الثوب. الا كان الصدر كبير هذا حنا راه باترون، راه ماشي ديما كيكون لاصق هنا. لا ثلاث مشاو تنوضو تفصلو نتوما على الثوب وتنوضو يجيكم هذا هنا وتقولي علاش عندي شي ديفو علاش ما قدنيش. راه ماشي ديما كيكون هكذا، راه كيكون هكا الا كانت الكليانه ما عندهاش الصدر. وإلا كانت الكليانه عندها الصدر راه كتبقاي تهبطي تهبطي في الثوب حتى كتولي تلقاي كشافك فوق من الثوب وتلقاي حوضك فوق من الثوب. صافي حنا غنخدمو عادي بحال هكذا وغادي نمشي وغادي نتراسي خو هذا بحالو. راه كيف ما كنخدم انا على هذا كيف ما كنخدم على هذا راه نتوما غتخدمو عليه. واحد الحاجه ممكن انه هذه خرجيها، ما بغيتيش تخرجيها خليها. هاد واحد سنتيم كتولي 6 كتولي 6 صافي غتولي 6. بغيتي تخليها خليها، بغيتي تخليها خليها ماشي مشكل. غير هي الا خليتيها غادي يكون داك سنتيم زيد. حاولي كوليه في الخياطه ولا خيطي الامام سمعتي خيطي الظهر خيطي الظهر عليه تراسي عليه. ولكن باين ولا عوض ديك 5 ديري غير 4 ديري في البلي 4 ولا ديري في البلي 4 صافي مزيان. يلا هنا غادي نمشي ديريكت وغادي نهز غادي دابا غادي نقطع هي البليه. ما ديروهاش كبيره بزاف راه كتجي على كتجي خايبه. الا كانت كثيره على 5 كتجي خايبه، 6 ماشي مشكل. اي كتبان خسرو لا مازال مازال حتى بحال هذيك 10 سنتيم مازال هذيك اللي جيتي قطعتيها. صافي يلا الظهر ساليت منه صافي. دابا غنجي للامام. الامام اشنو غنزيد عليه؟ غادي نجي من هنا داكشي اللي ما فهمتوش قبيله. غنجي من هنا لهنا غنعبر 10 سنتيم نحاول انا نكبرها وغادي نقور هاي 10 العبر اللي بيدخل لي راسي صافي هكذاك 10. الا بغيت نقطعها ما غاديش نشوف كي غندير ليها. نعاود عاوتاني نجي للتركيز كنقسمو على جوج وكندخل بواحد وكندير ليه بحال هكذا. ضروري البنات ما تبقاوش تنساو ليا هذه في الامام. هذه في الامام هذه ما تنساوهاش. ها ما ترسها لا ما تنساوهاش بزاف الا كانت ثوب غليظ تيجي بالكود مخدش صافي تيجي مخدش. يلا شوفوا دابا كيفاش غنقطع هذه. شوفوا هذه
وهذا غادي نقطعو بحال هكا بحال داك الفليب بلاص صافي وغنقصها على جوج مزيان صافي عندكم قطعوا هذه عندكم قطعوا هذه الا قطعتوها راه خسرتوا كلشي كتبيني بها آه. صافي الا قطعتوا هذه راه خسرتوا كلشي كتبيني بها داخل هنا كتبيني بها نوريك كيفاش كنجي للامام كنشدو وكنخيطو ليك ما زبالين يلا بس طرح كنجي كنخيط الامام صافي ها كنخيطو على الوجه على الوجه ماشي على الظهر نقولوا مثلا انت كنتي خدامه على الظهر كنتي كتراسي على الظهر غتشدي شوفك وغتقلبيه ياك غتقلبيه وغتراسي به 5 سنتيم وغتخيطيها من الفوق حتى للتحت مزيان هذه كتخيط كامله من الفوق حتى للتحت وكتمشي اول حاجه كديرها كتخيطي هذه وغتمشي وكتسدي موديلك وكتنعسي هادي هادي خصها تنعس المهم حنا غنتخيلوا انها نعسه لا كتدخلوا بها غير هذا لا ما تصلحهاش قبل ما والو لا لا اه طب شوف 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 ساهله شوف كتجي شوف 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 ها هي بركه من القوالب ها هي حسات غايدخل القلم مالك عندك صيوره ما دخلتش ايوه انا اش كندير ليها كنشدها وكندير ليها الفنيتات كنشدها كندير ليها الفنيته حتى كنشدها كنبجغها على جوج وكنفيني هذا بهذا بالبره هو الاول باش نقطع كنفيني هذا بالبره بحال هكذا صافي وكنجي لهنا حتى هو كنشدو حتى هو بالفنيته باش كتنعس صافي ودابا علي عندك الحق انك تقطعيها دابا انت كتخيطي بالماكينه حتى كتخيطي هنا حتى تنعسي او تخيطي الا مشيتي حتى خيطيها من الاول ملي كتبي ملي ملي كتبي كيولي خاصك هنا واحد سنتيمون صافي هذه كيفاش الطريقه ديالها كتحطوا فوق منها صديفات كتحطوا عليها صديفات ما تيكونوش صديف بحال هكذا قرب لا كيكونوا بين 13 سنتيم بحال هكذا واضح مزيان اشنو خاصني دابا خاصني الكمام الكمام كنعبر التركيز ديال كنعبر التركيز وكنخدم لكم يلا البنات هذا الامام صافي شفنا الخياطه ديالو هذا الخلف كنخيطو ها هو باين انا راه كتجي الخياطه في الظهر واعره كتجي زوينه وكتجي يا سلام يلا دابا غادي نمشو اش بقى لينا الكمام ياك بقى لينا البليات البليات البنات ما كنجيش لهاد البلاصه هادي لا كنجي لهاد البلاصه هادي كنشوف شحال خصني في الطول ديال 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 الكسوه مثلا غنديروا لها حنا واحد العمليه حسابيه مثلا الكليانه عندها 140 في الطول ديالها 140 صافي حنا درنا في هذا 120 واحد الحاجه باش ما طوالات البليه باش ما كيقدكش الثوب وباش ما صغرات البليه باش ما كيقدك الثوب ردوا البال عندك شي وحده تجي وتقول لك ديري ليا البليه مثلا هنا وهي جايبه لك هي جوج ونص راه كملي راه تكملي لي تكملي لها بشي جفاف عندك في المحل لا راه ما غاديش يفتشك راه باش نتفاهموا يعني البليه خصها تكون هي شويه تكون تحت الركبه تقريبا حنا غنخدموا ب 140 يعني 140 فيها كلشي فيها خياطه وفيها كلشي السيده مثلا كتلبس غير 136 ولا 138 ديما كتزيدي على البليات واحد 8 سنتيم بعدا هذيك زيدي على الطول ديال الكسوه حنا عندنا مثلا 100 120 درناها في الطول ديال الكسوه يعني شحال خاصني 40 سنتيم غادي نجي لهنايا غنجي لهنا ركزوا معايا غنجي من هنا لهنا وغادي نعبر 20 صافي وغنشدها وغادي نسطرها ها هي ما تنسطرهاش اصلا ديري نقط صافي هذه شحال هذه من هنا لهنا شحال 20 انا ما خصانيش 20 خصاني 20 في 20 يعني قدام الله كنشد وكنحط صبعي وكندير بحال هكا كنحط صبعي هكا في الثوب وكندير ليها هكا وكنزيد على 20 كندير مثلا كندير واحد 23 هكا باش الا ما كان الثوب ما مقادش كنقاد واضح يعني تنيت عباري على زوج كنعاود نجي لهنا وكنضبط كنشوف العبار واش هو هذاك كنعبر 20 مثلا ها هي كنعاود نعبر 20 كنعبر 20 يعني انا شنو بغيت بغيت هذا غنخد هذا صافي ها هكذاك عندي انا هنا بلاصه مسدوده وعندي بلاصه محلوله بلاصه محلوله هما الجناب كنجي للنص وكنجي للبلاصه المحلوله كنطلع بخمسه وكندير لها بحال هكا عندكم طلعوا في البلاصه المسدوده ما كنطلعش هنا كنطلع هنا وغادي نقطع يعني البليات كيضوبلوا على زوج
ما بديش دوبليهم فصلي 20 في 20 بري راسك صافي ما بديش دوبليهم كتفصلي 20 كتقطعي وكتعاودي تفصلي 20 اخرى ولكن كديري تما على راسك دونك هكذا مزيان غادي نجي لهنا وغادي اش نقطع كنحلو ردوا البال في هاد الحله هادي هاد المقصة الشعيبية راه ديال ديال المناخير ديال المشطاب ديالها صافي يا اختي صافي شتي ديال الطرز مثلا واش ديال صافا البنات كنقطع شوفوها ما شوفو راجلك هذا بحال يدو ليك كيفين وغير رجال مشطاجهم صافا البنات يلا في التبره ما كيكونش هكا راه كتقطعي مقاده وسيري عندي هنايا هذا هو اللي قطعنا كندير فيه حرف الفا يعني الفوق وهذا كندير فيه حرف الفا يعني الفوق صافي كيفاش كنمونطي هاد البليات هادو كنجيب النص مع النص ها النص مع النص بحال هكا صافي كنخدم بليات ها الوجه هذا هو الوجه وهذا هو الوجه كنشد الفنيطه كنلصقها مع هنايا الوجه مع الوجه صافي بحال هكا كنخدم وكنجيب هاد البلاصه هكا ياك وكنبقى كندير في البليات بحال هكا كدير خيطي صافي هكا كديري تخدمي حتى في التوب ها بها الطريقه هادي باش كنخدمو ها دابا حيت غنخدمو هادي كتجي نفس القمال كيما ولا حتى لا بحال هكا كيفاش حتى كندير هادو سوجي لا حسن ديري الفنيتات الا درتي الفنيتات حسن صافي بحال هكا ما خصوش يشيط ليك صافي ما خصوش يشيط ليك خاص هذا كملو يتخيط ليك بليات ونفس الخدمه كنديرها عاوتاني للجهه الاخرى ما عندك يشيط ليك وتقطعيه ما تقطعيش حيت الا قطعتيه راه خاص يكون قد هنا قد هنا في البليات وحاجه اخرى عاوتاني عندك تكوني خدامه ياك وهذا ما يقدكش مثلا تاكلي فيه بزاف ويشيط ليك مثلا قد هكا ونوضي تقطعيه نوضي تقطعي هذا قطعي هذا وما تقطعيش هذا صافي المهم هذه هي طريقه الخدمه وكتشدي وكتقلبي كتقلبي اش كيجي كيعطيكي المهم تخيلوا بانه راه فيه البليات راه شفتوا راه شي وحده خليتوها تما راه ولي هذوك ديالكم شوفي شوفي حنان راه خيطات هاهي كحنان سجلي حنان وراه شحال وحده خيطات قطعتوني غير الامام هكا ارضا زيد علي وحده اخرى حتى وحده فيكم ما خبزات البليه ما بغاتش كتحشي فيها هذا ماشي صغير لا صغير لا لا ما صغير والو ها انتي شوفي ها القوالب ها ها شتي شتو ها دابا انا بكثرت ما كنقري البنات كل وحده كتجيب فكره ما شكون شتا كدير هكذا ها عندك البلاصه كبيره راه كتدخلي فيها السيروب ديالو ما عندكش راه كديرها راه هذا ما فصاش مزيان ها شتي كيفاش كيجي الموديل كيجي بحال هذا الشكل مزيان هاك شكون اللي لصقات البليه للظهر حتى وحده بالنسبه للظهر راه كتكون الخياطه ما تكونش البليه وكيكونوا البليات هنايا هي ديال الظهر هذا ها ظهر ها هو شتي كيفاش كيجي ها وكتجيني بحال هكذا شتي كتجي زوينه كتجي واعره هذا يجي مع هذا هذا زيد اختي هذا مع هذا ها هو الظهر مع الظهر مع الظهر زيد اصلا هذا راه ديال الظهر اي ديال شتو صافي شوف كيفاش كتجي كتجي واعره كتجي زوينه عندك باش تلصقوا لنا الصدايف كنعرف صبايلكم كتجي كلشي كتجي واعره في كلشي صافي البنات مزيان يلا دابا اش بقى ليا بقاو ليا الكمام الكمام غنحاول انا نسلوهم البنات كبار منها مراجعه اري ليا هنا ولا صافي صافي خليا باش ما نضيعوش باش ما نضيعوش الباترون نخدموا هنايا صافي نخدموا الكمام هنايا صغار يلا بالنسبه للكمام هادشي اللي شاطليه هادشي اللي شاطليه نحاولوا نخدموا بحال عندنا هذا توب عندي البلاصه محلوله ياك
وعندي بلاصه مسدوده كنجي للبلاصه المحلوله وكندير ليها بحال هكا كنتنيها على زوج صافي البلاصه المسدوده خلوها وغادي نخدم الكورساج ديالي ماشي كورساج كمامي نخدمو كميمات عاديين مزيان هاكا نخدم معكم البنات واحد الموديل ديالكم ما كيجي زوين تقريبا بحال هذا اللي لابسه انايا بحال هذه اللي لابسه شو هذا كتصوري ليا زفرتي هي ما ديرهاش الزيت ها هذا فيه بليات ياك ولكن ماشي اسمو ماشي بوفو ماشي بوفو لا ماشي بوفو غنخدمو لكم دابا ياك بالنسبه للبنات لهذا الموديل ديالكم ما كيبغي الثوب بزاف ما يمكنش غنديرو في هذا ولا ديري في هذا الا قدك ديري فيه صافي اول حاجه كنطوي الثوبي على زوج بحال هكذا ياك وكنجي لهنايا وكنخلي 10 سنتيم ولا 8 ولا نشوف كنشوف شحال بغيت صافي كنشوف شحال انا بغيت 10 8 12 اللي يعجبك 8 تقريبا 8 8 هي القليله وكنخدم كم عادي صافي نتوما نساو هاد اللعيبه هادي نساو واش دايرها صافي غادي نجي وغادي نهبط بشحال غنهبط ب 15 وغنسطرها ها هي شحال عندي في التركيز ديال القدام عندي مثلا 30 كنقص منها شحال جوج صافي جميله كنقص منها جوج التركيز ديال القدام عبرتو عطاني 30 كنقص منها جوج هي شحال 28 غادي نجي وغنعبر 28 في جاتني هنايا جاتني هنا نديرها جاتني هنا نديرها فيما جاتني غنديرها مثلا جاتني هنا غنشدها وغنسطرها ها هي صافي اش غندير اخر قسم على جوج اش اخر قسم على اربعة بوفون كنطلع هذا لا هذا ما كنطلع ما حتى حاجه هذا كنرسمو وكننساه بانه راه كاين في الثوب هذا ديال البلي كننساه واش كاين في الثوب فيه مناش من 8 حتى ل 12 8 حتى 12 كيجي زوين واضح غادي هنا غنطلع بشحال بواحد كنفوت الوسط وكنجي كنزل بواحد وكندير ليه بحال هكا زوينه البنات هادلكم كيجي واعر خاصه حنايا حنا ماشي حنا اللي ما كتبغيش البوفو ياك حيت البوفو شويه مبرهج كاينه دابا المراه الكبيره ياك ما كتبغيش البوفو ولكن كتبغي يكون فيه البليات وعريض كتخدمي لها هذا ما يمكنش مره مثلا عندها فوق 40 عام ولا 50 عام وتخدمي لها كسوه فيها البوفو راه شويه في شكل بوفو واعر كيعجبكش لا عشان كيجي لها هذيك العبايه جا واعر زوين انا كيحمقني البوفو يا بس كتعرفي كيفاش كيجي كنظن اللي عنده الكتاف اللي ما كيجيش معاه انا ما كيجيش معاه علاش ما عرفتش لا بالعكس كيجي زوين لا لا غير كنتي البوفو ما كيبغيش ما كيجيش كيجي واعر كيجي زوين يلا يلا شوفوا هنا انا عندي 40 في الكتاف وكندير بوفو كيجي زوين حاجه واحده البوفو عندك البوفو عندك البوفو عندك هذا فين ما عندك البليات كتنقصي من الكتاف واحد سنتيم فين ما باش كي البوفو خصو يجي كديري 39 كتنقصيها في الكورساج كتنقصيها في الكورساج ملي كتكوني خدامه شوفي فين ما عندكم البليات 19 فين ما عندكم البليات ولا اي بليات بيديرون في الكتف كتنقصي من القدام من القدام كتنقصي سنتيم ديال الخياطه ولا سنتيم ونص يلا رجعوا لكم منها صافي قدينا هذه اللعيبه كنجي من هنا لهنا كندير اش طول ديال الكود كنعبروا من هنا حتى لهنا صافي كنحطو كنحط عليه الدوره ديال الدراع مقسمه على جوج زائد واحد هي كنطرسيها وكنحطها ها هي مزيان وكنجي كندير الطول ديال الكمين حتى هو كنحطو وكنحط عليه 15 عندك جوج الاختيارات يا اما كتطرسي بحال هكا وكيجي كمك عريض وكديري ليه لاستيك كيجي عريض ما تنساوش راه نزيد هنا 12 سنتيم راه كيجي لكم راه عريض مازال انا راه نقصت فيه ولا كتحاولي كتدخلي هنا بشويه باش ما يجيكش عريض بزاف حيت ديجا عندك هنايا البليات بيتي عريض راه كتخلي عبار قياسك اللي عندك ما بغيتيهش عريض راه كتدخلي فيه كتزيدي كتنقصي مثلا 4 سنتيم هنا ولا 5 وكتنقصي هنا مثلا 5 سنتيم مزيان وغنقطع كيف ما قلت لي هو صراحه كلشي زوين دابا هذيك البانطا اللي خليتي هنا اللي فيها 8 سم من 8 حتى 12 سم ما عرفتش شنو غديري ليها نديرها بليات بالنسبه لهنا راه كنمشي ديريكت هكا ما كنطلع ما والو كنمشي ديريكت صافي وكنعزل كندير المنتصف دابا هادي كيفاش غنخدم دابا هادي كيفاش غتخدم ها كتعلمي هادي هنا كديري بليات صافي وهذا كتلصقيه مع الدوره ديال التركيز ديالك دابا فهمتي هذا كيدار بليات كتبقاي ديري في البليات كيكونوا في الشبه هكا كيتجمعوا البوفو البليات كيتجمعوا هنا البليات
البوفون البوفون ملي كديري البليات كيدير بحاله كيوقف بحال كيتخوف حيت اصلا هو اصلا هو ما يفصل الله راه درنا ليه هكذا هذا لا هذا ملي كتجمعي البليات ها هما كيجيو البليات ولكن كيجيو لاعتي كيجيو زوينين غير هو ملي كيبان لكم شوف كيبان كيف كان كيبان لكم ها كيبان لكم معرض وهاد البليات هادو 15 غادي تجي مزيان لا 15 قليله لا بدي ديري لا سيك 15 لا 15 15 ديال الجلابه عاديه 18 20 مازال كتزيدي في الطول كتزيدي في الطول الا كنتي باغا ديري لاستيك الا كنتي باغا ديري لاستيك كتزيدي في الطول 6 سنتيم ولا 8 الا باغا ديري لاستيك كنتي باغا ديري البوانيه ديال الصيف راه كتخلي طولك وكتزيدي البوانيه صافي واضح مزيان هاكا بالنسبه للبي باش كنشينيو العمق كنشينيو بي عادي كنجي الثوب اللي شاطليه وكنحاول انني كندير واحد الدوره بحال هكذا غير شويه ماشي بزاف وكنعبر 4 4 4 4 وكندور بها وكنقطعها هذه هي باش كنفيني العمق حاولوا شوفوا بعدا فيكم ان شاء الله الا كانت فصلات شي بياسه وجيبها لي ونخدمو قدامكم باش تشوفوه شوفوا البيئه شوفوا كيفاش كيتخدم مزيان واضح شكون عندها شي سؤال لا لا مكتوب نجيبو نسيتيه ايوا ياك جيتي انت ديال السروال صافي مزيان يلا السلام عليكم.